وللحديث عن محاولات الانقلاب الفاشلة وتداعياتها على السودان مع حديث الحكومة عن محاولات لخلق الفوضى في المدن، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس المحلل السياسي السوداني الدكتور عبد الرحمن الخالدي. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. أهلا بك، مساء الأنوار. دكتور عبد الرحمن، يعني كيف تقرأ ما جرى اليوم في السودان؟ هل كانت هذه المحاولة الانقلابية مفاجئة للحكومة ومجلس السيادة السودانية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل. وللحديث عن محاولات الانقلاب الفاشلة وتداعياتها على السودان مع حديث الحكومة عن محاولات لخلق الفوضى في المدن، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس المحلل السياسي السوداني دكتور عبد الرحمن الخالدي. مساء الخير دكتور عبد الرحمن، أهلا بك. مساء الخير، وعليكم السلام بقناة الرافدين ومشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهلا بك دكتور عبد الرحمن، بداية كيف تقرأ ما جرى اليوم في السودان؟ هل كانت هذه المحاولة الانقلابية مفاجئة للحكومة ومجلس السيادة السوداني؟ بالتأكيد ما جرى الساعات الأولى من صباح اليوم هو يعني محاولة من سلسلة من المحاولات التي لم تنقطع لاستهداف الفترة الانتقالية ول العودة إلى المربع الأول، لأن هنالك ما زال يعني بعض أصحاب المنافع من الذين كانوا يستفيدون من النظام السابق أو الأنظمة السياسية يعولون على العودة إلى المربع الأول وإلى وأد هذه الفترة الانتقالية. هي محاولة مستمرة من عدة محاولات سابقة. نعم، أوساط سودانية يعني عبرت عن خشيتها بأن تكون يعني أو بأن يكون ما جرى اليوم هو محاولة لتصفية خصوم سياسيين، ما رأيك؟ بالتأكيد الشارع ومجالس المدينة، مجالس الخرطوم ومدن السودان في الأغاليم مليئة بمثل هذه الأحاديث، لكن الواضح من المعلومات المنتشرة في الميديا ولدى المراقبين أن هنالك فعلا كانت هنالك متحركات جادة في بعض أفرع القوات المسلحة، وكانت هنالك معلومات مسبقة توفرت لدى قيادة القوات المسلحة مما ساهم في إجهاض وإفشال هذه المحاولة الانقلابية، وهذا ما أكده السيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء وتناقلته الأوساط الصحفية في الخرطوم، وحتى في بيان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم والذي أكد على رفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأي محاولات انقلابية، كما رفضتها قيادة القوات المسلحة وقيادة الفترة الانتقالية وجميع أطياف الشعب السوداني. جميع الشارع يرفض العودة إلى المربع الأول للانقلابات العسكرية. طيب، زمن الانقلابات العسكرية انتهى، والذين يحركون بعض الأدوات القبلية في بعض مناطق السودان يحاولون تغويض السلطة الانتقالية. طيب بهذه المناسبة دكتور عبد الرحمن، أصحاب المناطق والمصالح. نعم دكتور عبد الرحمن، يعني هذه كما ذكرت ليست المحاولة الأولى للانقلاب في السودان، هل يمكن بالفعل إلقاء كل اللوم على فلول النظام السابق وتحميلهم كل المسؤولية؟
وبالتأكيد يعني أنصار النظام السابق لن يسكتوا وعلى استمرار هذا الوضع، لأنه هو يعني سحب الكثير من المصالح وكثير من الأشياء الثمينة التي كانت في أيدي أصحاب المصالح، فبالتالي لن يقيفوا ولن يستسلموا بسهولة، سيستمروا بتحريك كثير من الأدوات، أدوات داخل القوات المسلحة، أدوات في الشارع، أدوات في الخدمة المدنية، أدوات في القبائل، الآن تشط هذه الأيام أدوات القبلية، فكلها لتغويض هذه السلطة وطمعا وحبا في العودة إلى السلطة. ولكن الشعب السوداني الذي يعني قدم ثورة عظيمة، ثورة ديسمبر العظيمة التي يعني مهر فيها الشباب دماءهم طاهرة لهذا الوطن، فلن الشارع السوداني صار شارعا واعيا، وإن كانت هنالك بعض الفئات القليلة التي تعول على الحكومات العسكرية وتعول على الانقلابات، لكنها ليست بحد هذا الوعي، وعي الشباب. نعم دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن، هناك سؤال يعني يطرح ذاته، إلى أي مدى نجح مجلس السيادة السوداني وحكومة حمدوك بالنهوض بالسودان، خاصة يعني أن هناك مظاهرات في العديد من مدن شرق السودان، ما الذي تعنيه هذه المظاهرات؟ دكتور عبد الرحمن تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن. بجميع الأحوال كنت معنا دكتور عبد الرحمن عبر الهاتف من باريس، المحلل السياسي السوداني دكتور عبد الرحمن الخالدي، شكرا جزيلا لك.